قفل ثم رحل إعارة لنادي سموحة. شبانة مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، أخبارك إيه؟ وحشني. الحمد لله يا كابتن والله، وأنت أكتر، طمني عليك. مكتوب لي معاك مداخلة كل قبل كل قيد في التوقيت ده. مش عارف إيه والله يا كابتن. ربنا ربنا يا رب يوفقك دايما. يا رب يا كابتن. يعني أنا قلت راجع بقى. والله يا كابتن، يعني السنة خلصت والمفروض ان هم في الزمالك، يعني الكابتن امير بلغني ان هرجع من الاعاره تاني، بس طبعا قعدت مع اداره الزمالك وشفت ان انا اخرج للاعاره افضل ليا، لان شايف ان فرصتي في اللعب مش قويه. وعشان كده كابتن اتكلمت مع الكابتن امير ومجلس الاداره وبلغتهم ان انا يعني هيكون ليا دور ابقى موجود واشارك، يا اما اطلع اخد فرصه ثانيه ان انا اطلع اعاره ثاني سنه ثانيه، يعني ارجع ثاني العب وارجع بحيث ان ارجع الزمالك ارجع اشارك بصفه اساسيه. الحقيقه كمان انت اخترت بوابه مهمه جدا، مفيش حد عدى على سموحه وما رجعش على ناديه، ما طلعش على المنتخب كده يعني. طبعا نادي سموحه نادي كبير، وطبعا بشكر رئيس نادي سموحه باشمهندس وليد عرفات والاستاذ عمرو اسماعيل، طبعا تمسكهم بيا كان كبير، وان شاء الله الواحد يعني يبذل اقصى جهد ليه مع نادي سموحه نادي كبير، وزي ما حضرتك بتقول وشه خير على لعيبه كتير، فان شاء الله الواحد يكون عند حسن ظن الناس يعني، والواحد يموت نفسه في الملعب يعني. امير يتكلم معاك قال لك ان يعني الخط ده زحمة، ولا انت اللي شفت ان الامور زحمة ففضلت ان انت تطلع؟ لا والله، هو اتكلم معايا يا كابتن، فانا شفت ان انا يعني ان انا اطلع العب، لان انا كنت شايف ان الامور ممكن تكون صعبة شوية مع مستر فيريرا. طبعا هو المجموعة اللي موجودة اللعيبة طبعا خدوا دوري وخدوا كاس، فكانت فرصة اللعب بالنسبة لي ممكن تكون مش قوية، فانا طبعا قلت لا لازم ان انا اطلع العب. السنه اللي فاتت رحت الاتحاد، نادي كبير برضو جماهير كبيره، والحمد لله عملت معاهم موسم، لعبت الماتشات كلها من الدور الثاني، وكان في مفاوضات من بعد ما الدوري خلص من حاج محمد، لكن ما كانتش بشكل جدي يعني، وفي النهايه كلموني سموحه وقلت ان انا اطلع عارة سنه كمان. طموحاتك ان شاء الله باذن الله مع سموحه، وطموحاتك مع المنتخب من خلال سموحه. والله طموحاتي انا يعني الواحد الفتره الجايه يعني يموت نفسه في الملعب، وخاصه المدير الفني طبعا مستر فيتوريا بيتابع كل اللعيبه وبيتابع كل الانديه، فانا طموحي ان الفتره الجايه ان انا اموت نفسي في الملعب، وان شاء الله يكون في فرصه ان الواحد يروح المنتخب عن طريق سموحه، برضه نادي كبير واداره محترمه، فان شاء الله موحي يكون منتخب مصر، فالواحد هيجتهد ويعمل اللي عليه جوه الملعب، وساعد نادي سموحه ان هو يوصل للمكانه اللي هو متعود عليه. شايف من وجهه نظرك ان كان في عروض افضل من كده، ولا كان افضل حاجه سموحه؟ والله هو كان في عروض كتير، بس انا كنت يعني مؤخر امور شويه، عشان كان المفروض نادي الاتحاد، طبعا لعبت معاه الموسم اللي فات، فقلت ان انا ممكن اخد ان انا اكمل في الاتحاد موسم اضافي تاني يعني، لكن لقيت المفاوضات ما كانتش بشكل جدي يا كابتن. يعني ما في يعني مش بشكل جدي؟ يعني كان الدوري خلص والمفروض ان احنا يعني بنتفق على كل حاجه في النادي، فطبعا نادي الزمالك طلب مبلغ في الاعاره، وكان ما كانش في شكل جدي في الانهاء يعني، بس فده كان بالنسبه لنادي الاتحاد يعني، كان بالنسبه لنادي الاتحاد هو المفروض كان الاقرب ان انا اخلص في الاتحاد، لكن ما حصلش نصيب. انت نفسيا كنت تفضل الاستمرار في الاتحاد؟ والله هو لو كانت الامور تمت وكنت موجود في النادي، بس اكيد طبعا يعني كل حاجه نصيب يعني، لو كانت الامور تمام، لكن انا برضو رحت نادي كبير ونادي زي ما حضرتك بتقول وش خير على ناس كتير قوي، لعيبه كتير، وخاصه اللعيبه اللي بتبقى من الاهلي او الزمالك، فشايف ان فرصه اللعب في النادي هي طبعا نادي كبير الاتحاد، لكن
سموحه نادي كبير برضه، نادي كويس، وان شاء الله الواحد يجتهد ويموت نفسه في الملعب، لان في الاول والاخر برضه طول ما انت بتحافظ على نفسك وبتجتهد واللعب كل سنه كابتن بيفرق مع اللعيب طبعا، مش انك تقعد في النادي يعني. طبعا شايف ازاي الدوري السنه دي، وشايف ازاي فرص الزمالك السنه دي في الدوري، خصوصا ان هو حامل اللقب سنتين؟ لا طبعا طبعا مع مستر فيريرا ومجلس الاداره في تنظيم كبير جدا، والفرقه ان شاء الله بتسعى ان هي تاخد افريقيا السنه دي، فلا ده الزمالك السنه دي هيبقى حاجه مختلفه، والدوري دوري قوي يا كابتن يعني، الدوري لازم الانديه مدعمه بشكل كويس، فدي حاجه كويسه برضو هتفيد المنتخب يعني. هل انت بتجدد لنادي الزمالك مقابل اعاراتك دي؟ اه بالظبط، انا المفروض ان انا عقدي 4 سنين في نادي الزمالك، فانا طلعت السنه الثانيه اهي. اه بس السنه الثانيه بس هو السنه دي هيبقى باقي لي 3 سنين كده ان شاء الله في الزمالك. اه يعني انت ما جددتش اللي فاتت قصدك، وما جددتش السنه دي. عشان الكود كان موقوف يا كابتن. اه انت دي بس اللي جددتها، يعني انت باقي لك 3 سنين ان شاء الله غير دي في الزمالك. 3 سنين اه ان شاء الله. كم سنه شبانه؟ 27. طيب لسه قدامك ان شاء الله ترجع الزمالك وتحقق طموحاتك ان شاء الله باذن الله. طبعا، وبشكر جماهير الزمالك دايما يا كابتن، ان هي بتدعمني ودايما في ظهري، حتى الناس اللي بتقابلني في اي مكان ده بيخليني ان انا لا ان انا ارجع العب وارجع الزمالك تاني ان شاء الله، واخد فرصه وابقى موجود بصفه اساسيه ان شاء الله. بالتوفيق يا شبان ان شاء الله، ونتمنى لك كل التوفيق مع سموحه السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله كابتن.